حمو بيكا. فيديو النهارده جايين نتكلم عن شخص غريب جدا، حمو بيكا. حمو بيكا بالكاف يا جاهل مش بالقاف. ايه ده افتكرتها بالقاف؟ اهو واحد جنبي افتكرها بالقاف، لولا اللي انا لولايا انا ما كانش عارف يكتب حمو بيكا. قبل ده اكتب على جوجل، اكتب بالكاف بالكاف يقول لي، او بالقاف بالقاف يقول لي، او بال فيش تاني، فيش حاجة تاني. جينا نتكلم النهارده على شخص مغني مهرجانات، صوته بتعرف صوته؟ ده حبيب قلب ده كده. بصوا عامة الناس بتوع المهرجانات كلهم احنا بنحبهم جدا، بس انا شخصيا من الناس اللي بسمع مهرجانات كتير. صح. وبشغل مهرجانات اكتر. صح. وبتابع اجواء المهرجانات. صح. والاغاني. صح 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 صح. ولكن حمو بيكا اللي طلع فجأة عامل حوار غريب كده، يعني حوار مش مفهوم. صح مش صح؟ معرفش. فاك يو. الحوار اللي هو يعني صوته مختلف عن الاخرين. صح. مختلف عن الاخرين دي، الواحد اول ما بيجي الكوبليه بتاعه اللي بيغني فيه بيقوم فاصل الاغنيه. هنسمع كده صوته في اللايف في اثناء تسجيل الاغنيه. ربي الكل ما سامعين؟ ربي الكل ميزنا فيه. سامعين يا بشر؟ سامعين يا بني ادمين؟ ربي الكل ميزنا فيه. تعلموا من الاصوات دي، تعلموا، مش تيجي تحطوا له اوتوتيون. صح. قول لي الناس اللي بتحط اوتوتيون. اه ما حدش يحط اوتوتيون، هو حمو بيكا مسيطر عشان احتفالاتك صوتيه. هو سهولة صوته. عالم الطاوي اسلام سندوفة. هو ده صوت؟ الصوت ده يا جدعان، ايه الصوت ده؟ انا جاتلي فكره. ايه الفكره؟ ما تيجي نقلد حمو بيكا. يلا بينا. يلا بينا. اوه يلا غني. ردت كومبا. ايه يا عم وقفت ليه؟ ما انا مش فاكر حضرتك انت اللي صاحب الكلام. وانا احفظ لك يا عم. يا عم اخلص يا عم. انا احفظ لي يعني؟ ايوه ازاي؟ انت تحفظ لنفسك. طب قول ايه؟ بس يا عم ما تسجلش يا عم، اطلع بره الاستوديو عشان ما تخنقناش. يا عم وقت المايك ده كده، هات المايك. رب الكومبا. خلاص هيموت يا جدعان. الحمد لله يا جدعان، هات له بق ميه. فيديو اسمه اجمد طريقه على حمو بيكا، رب الكومبا يزنا بميزه. بقول لك هو ده حمو بيكا اثناء التسجيل. هو بيقول لك هو ده، فيلا نشوف مع بعض. فيديو جامد والله العظيم. فيديو جامد جدا، عجبني قوي. فقلت اطلع اكت عليه صراحه، فيديو جامد جدا. وبس وتلاقي فجاه بقى حمو بيكا يطلع يقول لك الناس الحقود اللي بتعمل انجري على البث المباشر اللايف اللي عندك، هتعمل عليهم اغنيه كل ده عشان عملوا اغضبني. فبالك بقى لو عملوا لك حمو بيكا. بس كده الفيديو خلص. ده فيديو بسيط جدا، ما تنسوش في القناه وتخش تشوف كل الفلوجات الجديده يا صاحبي، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وبس كده. يعني مفيش حاجه تاني. معكم اي بي فيديو. سلام.